من يا شريف الفلاح مضرور؟ مضرور. شنو اللي كيضر الفلاح هذه يا مزيان؟ بهي مجي انا، الرويزه كتطلع في السواق ب 60 ريال وحنا ما عاطيناش خنشه، بهي ما داير 140 ريال. البيع ديالها الثمن تبيع؟ الثمن تبيع راه دابا 2000 دابا يبيعوها لك، هي 140 باش تداوها. طيب ماشي 2000 يبيعوها لك. فين فين ربح؟ 2000 ربح يبيعوها لك، 42 يبيعوها لك. 100 درهم. 100 درهم يبيعوها لك. الثمن علاش طيح الثمن ديالك؟ الثمن اخويا من الناحية ديال الأمطار ما كايناش. الحلب غالي، الحلب غالي والكسابة والكرفسي الله يكون في عوان. ما طايح الفلوس اخويا. شحال داير البالة دابا شحال؟ البالة دابا دايرة 22100. والبالة ديال التبات؟ البالة 800. إذن العلف غالي. العلف غالي، البالة 800 ريال اللي واصل. الله عارف يطلع. نطلبوا الله الله يوجهك. مليون و50 مليون و50 شنو السن عندك؟ طالع جموع. طالع جموع. شحال تحلف في النهار بلي طروز؟ شحال تحلف في النهار؟ شحال؟ 18 لتر. 18 لتر تبارك الله. 10 سبع 28 تبارك الله. هادشي هاي هادشي راه مالف ب 500000. 500000 باش مالف. طاح الثمن. ها؟ الثمن طيح. الثمن طيح. تبارك الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله شكرا. طلبوا الله الرحمه من عنده ان شاء الله. الله يرحمنا وما عطيك ما تجينا. جوج مليون و60 الثمن ديال البيع. اخويا ديما بغاش نبيع. ما عندكش كسبها مزيان. واش والده؟ والده عجل بلجيكي. واش دايره في السنيه؟ سداسية. سداسية. هاد السيد هو اللي خداها. هو اللي خداها. اسيدي الله يسخر لك. الله يسخر لك فيها. سبحان الله. راه ليا راه ليا راه سيدي. ها انت وبغار الحليب. ها انت خويا بغار الحليب اصبر. وسي عبد الكريم الثمن ثاني الثمن. الثمن 150. واش دايره في السنة؟ طلعت جموع. طلعت جموع. خير زينين ولا لا؟ خير زينين. هذه يا خويا عطاها 340. 340 مليون و مليون و 140. مليون و 140. اش والده؟ والده عجله. والده عجله. والده عجله. نشوفوا العجله بلاتي. شفت فيا كلام مزيان. واش دايره في السن؟ واش دايره في السن؟ هذا جاي مجموع. واش هذا؟ يلا اشوف بعض ان شاء الله. هذي شحال تحلف في النهار تقريبا؟ 20 تبارك الله. عامر الماكلة داكشي. السوق عامر اليوم تبارك الله. عامر عامر بخير بخير تبارك الله. تبارك الله. الماكلة اللي غالية شوية. تبارك الله. الثمن 150. 150 اش والده؟ عجله. عجله تبارك الله. اش دايره في السن؟
جامعة ولا كان باقي مسنى؟ تبارك الله تبارك الله. اش من نوع واد هذا؟ بلجيكي. بلجيكي حر. دير سخان. سالينا بخير تبارك الله سالينا. مليون وستين. اش وادا؟ وادا عجبة. وادا عجلة. هذا قرب عدلية. اش دايرة في السن؟ هذا ثاني رباعية. رباعية. والمليح وعشرين قطعة. قصب صار ديالنا اللي حنا لاقينا مع الناس وفيناهم. بيع شراي حق نسيت. هذا ولا يحل هذا ولا كيشترك معانا نبغوا الجملين نشدوها. هذا ربيع وشراي. بيع شراي. وراجع خير هذا. الله يعمر هذا نبغوا منيول بلا بقر بلا ولا كيعطينا هذا الراجل. هذا راه ديما انا معاه في الصح ديما. تبارك الله على الحاج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الخير على وجهك. باقي ما حاش اخويا. غاتحل ان شاء الله. بثمن. هي ما دايره ثمن. بقرة طيحة فيها 100 ديال 800 معانا تاع 800 اي الخندل ونعاودوا فيها لما نعاودوا ان شاء الله خير ان شاء الله خير ديما كنرجعوا الخير ديما كنرجعوا الخير ديما كنرجعوا الخير ان شاء الله طلبوا الله طلبوا الشتاء طلبوا الشتاء طلبوا الله ديروا فاتحة ديروا فاتحة ديروا واحد فاتحة ديروا واحد فاتحة ديروا واحد فاتحة يا رب اعطينا الشتاء يا رب اعطينا الشتاء يا رب والله لا تحل الناس حايبة يا رب الحمد لله رب بنادم ديما المؤمن المصاب خرجت يلا لوحه فخرجت تبارك الله خير موجود خير مولانا سالينا بخير تبارك الله هاد الخير اخويا كنقولوا السوق ما داير والو اخويا الثمن ديالها شحال الثمن ديالها 300 320 مليون مليون ونص مليون ونص اش والده والده عجل والده عجل عجل بلجيكي عجل بلجيكي شارور وحليم ما باغي شارور هذا ماشي بلجيكي هو مليار وقف ليا تما الدري وايه ومراد تبارك الله كي دايره ولكن شكون باغي يا خو باغي تا واحد السوق ما داير والو السوق ما داير والو داكشي جا مع الله سبحان الله الحمد لله العلب غلا وكل شيء غلا اللهم لك الحمد اللهم لي الحمد والحمد لله مد ربي وكل شيء زين ها انت اخويا ها انت اخويا ها العجز البقره اللي غتبان لك خاصو العوين وخاصو الدعم وخاصو ياكل كل شيء خاصو ياكل بنادم خاصو تا هو ياكل الله سير 76 كاين مليون 76 داك المربحه ترى 130 الف هذه اش دايره في السن هذي؟ السن السن جامعة مليون؟ 360 مليون و 160 مليون و 160 باش دايره في السن هذي؟ جامعة جامعة والدة عجلة بلجيكي والدة عجلة بلجيكي فين العجلة؟ العجلة بلاتي يشوفوا العجلة بلاتي ها بنت هي بلجيكية حرة عشرة على عشرة عشرة على عشرة هذا الحليب أرى نشوفوا الدرع فابور أنا شريف ثمن تالينا 110 تبارك أش دايره في السن جابة شمو جديد عطاو شي حاجة ولا مازال والو باقا الساعة ما عطاولهاش جامع جامع باقا عجلة سوق عيان سكت السوق السوق ما السوق سكت سكت سوق عيان
خاصة الماكلة في الغربية يمس نعجب 600 الفرنك شحال تاكل عليك في النار تقريبا شحال تاكل في النار واش هذا بغيت تاكل 100 درهم تاكل 50 درهم بالك تما ما تقنع حتى حاجة غلبتني 20 القرار كي غادي يبان صحيح ما قادتها وحده ما قادتها هيك اللي يقول لك بقره تاكل 20 درهم ولا 40 درهم والله ما قاداش حاجه البقره بقره ولا 18 حسبتي البيمه والله ما تكسبها تاكل من منس راسو سلات عنب تاكل اكثر من الدار منس راسو البيع مش عيب قرار من نسينو البيع دابا الا ما تبعت شنو غادي له وغادي مسكين يسير عتاني وردش غادي يدلوحه شحال كتجيب هذه ب 50 درهم ثاني ولا 70 درهم ترضى يردها باش كيداو ودخلها ب 50 درهم وانا اللي جيت ثلاثه انا غادي نرد الحاجه دي ثاني انت ما دايرها مليون مليون ونص شنو هذا داره واش دايره في السن سداسيه تاكل على 150 درهم في النهار هذه الثمن تالي نشري بها تالي 40 40 جنين 40 شو هذا ولد عجل ولد عجل الله يصوب له ثلاث هنا فيهم اللي فيهم اللي ضربنا الفرطاس البيضاء هذه بيضاء وهذه شحال دايره 72 شو هذا ولد عجل فين ولا شنو بو من يا احمر مال فك يدير 540 سمعتي سمعتي مال فك يدير 540 الف شحال طايح مال فك يدير طايح في 4000 درهم 5000 درهم سالينا خواتي 850 اش داير في السنين جامعه رواسيه ديال رواسيه بوحدها